الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشرة معكم منطقة الحي المحمدي، بالضبط بطوار القديم. يعني بيع المأكولات السريعة، أجواء عندهم عادية من خروج أيام العيد والمحلات ولا الحال. يعني الناس بقى عندهم الحم، الناس بقى تخرج تاكل على برا. كتلاحظوا مشاهدينا الكرام اللي ما كاين لا صداع على مشاكل، اجواء عاديه الايام في مطوار القديم. معكم دوري اسلم دراجين في علم المكان تفادي اي مشكل.